تعد منطقة هور حسين شمال محافظة بابل واحدة من المناطق المهمشة، إذ لا يعرف أهلها إلى أي وحدة إدارية ينتمون، فعلى الرغم من أنها تقع جغرافياً شمالي محافظة بابل إلا أنها محاذية لحدود محافظة كربلاء، وفي كلتا الحالتين تفتقد لأبسط الخدمات، فلا شوارع معبدة والنفايات تتراكم منذ سنوات على مرأى ومسمع من المسؤولين، والأهالي خرجوا بتظاهرة مساندة للمحتجين مؤيدين لمطالبهم تضامناً مع أخواننا المتظاهرين في ساحة التحرير، وريد خدمات اللي للناس مثل عيش كريم، مثل اريد تبليط شوارع مدارس. شمال بابل مهمول، يعني احنا مهمولين ومهمشين كافة مثل اخواننا الباقين اللي طالعين متظاهرين. عندنا مطالب هواي، منطقتنا منطقة تعبانة كل شمال بابل، احنا ندعي حتى مدير شرطة بابل لا جاي يجي على قوة اللي جاي، يعني هناك العالم تتشكر، هنا ما شايفين احنا خلاص. هاي المنطقة هنا اللوريات كربلاء حدود كربلاء بابل، اللوريات عارفين الازدحام ببابل، وهم ياخذون جباية وياخذون قبان، وياخذون جباية وياخذون قبان من كربلاء من ابو اللوري، وعارفين الازدحام ببابل على شارع الخدم، شارع يا حسين عندنا مدارس، اربع اطفال انسحقوا، وهاي المشاكل كلها من ورا كربلاء، حدود كربلاء اكو سيطرة لي قدام، خلي يسوون بها السونار ويصير ازدحام بها. المحتجون قالوا إنهم أيضا يعانون من ازدياد نسبة البطالة بين الشباب وفقدان جميع الخدمات. مهمشة زين، يعني شبابها خريجين كلها قاعدين مهلها زين، كلنا قاعدين زين. أبسط شيء هذا الشارع اللي حشوا عنا الإخوة، يعني لوريات، يعني وضعنا مأساوي، يعني أنت شوف الوسخ مال الزيارة والزبالة مال أربع سنوات متكوم زين، لا بلدية المسيب تجيك، لا بلدية الجرف تجيك، لا بابل على كربلة وكربلة على بابل، لا احنا الكربلة ولا احنا للمسيب، لا العون ولا العين. يعني بوقت الزيارة المليونية الحسينية احنا كل التعب علينا والضيم علينا والوساخة علينا، ولا تجينا بلدية المسيب، لا بلدية كربلة، ولا حد يباوع علينا، واللوريات ماذيتنا مدمرتنا هنا، وكربلة هناك ذابة كل ضيمها علينا، واحنا نطالب بحقوق المنطقه، منطقه منكوبه، لا تصلها بلديه، لا تصلها حكومه، لا تصلها شيء، لا تعيينات. احنا اهم شيء، اول شيء احنا عندنا خدمات، ماكو خدمات. هاي منطقه شمال بابل اللي تربط حدود محافظه كربلاء المقدسه محرومه من الله خلقها ولحد هاي اللحظه، وما شفنا عم، لا شفنا يعني عمار، لا شفنا مساعدة، لا شفنا أن مسؤول إجانا مثل وقال يا تحتاجون فتشي. وتبقى منطقة هور حسين المنكوبة تنادي كحال بقية المناطق المحتجة ببعض الخدمات وتوفير فرص العمل، في ظل تأكيدات أهلها على سلمية احتجاجاتهم لحين تحقيق المطالب.